سيد معتمد قفصة الجنوبية، سيد مدير المدرسة الوطنية المهندسين بقفصة، سيد مدير، باش نكون حاضر اليوم معكم في هذه التظاهرة معناها الأولى من نوعها على مستويين، زوز مستويات. المستوى الأول أنها هي تظاهرة وطنية قفصة روبوتس، وقاعدة تتم معناها على مستوى جهوي في قفصة، تضم حوالي 270 مشارك من مختلف المدارس نتاع المهندسين اللي هما تقريبا 28، 12 مدرسة معناها عمومية و16 مدرسة معناها خاصة. بالمناسبة هذه حبيت نرحب بهم كل اللي هما ضيوفنا اليوم في قفصة، إن شاء الله توا معناها يعديوا أجواء طيبة معانا، وتكون مخرجات هذه التظاهرة معناها فيها الكثير من الإبداع والتجديد. في الواقع هذا هو الهدف معناها، فهمتي، هي معناها صبر واكتشاف البراءات نتاع الإبداع والتجديد اللي موجودة عند الطلبة نتاعنا. بالمناسبة هذه حبيت زادا نجدد الشكر نتاعي للينيغا، ماك لينيغا لينيغا واسمح له معناها، فهمتني، دونك يميزوا على لينيزو ولينيت ولينيك، دونك تحية شكر لينيغا وعلى رأس معناتها السيد المدير على تنظيم مثل هذه الملتقيات والتظاهرات اللي من شأنها أن يكون عندها إسهام كبير في دفع روح الإبداع وروح الابتكار والخلق عند الطلبة. وبالطبيعة معناها كل من ساهم معناتها في تنظيم هذه التظاهرة، وخاصة لابي اللي قاعدة معناها تبذل في مجهود كبير في الإطار هذا. نتمنى لكم إن شاء الله يوم معناتها موفق، إن شاء الله يتوج بالطبيعة بالنجاحات من خلال معناها اختتام وتوزيع جوائز على المتفوقين، فهمت، اللي هما أربعة تقريبا، كمان أربعة، وإن شاء الله تكون هذه كما نقولوا النواة الأولى والخطوة الأولى لمزيد معناها تدعيم وتشجيع هذا النوع من المبادرات اللي ما تنجم تكون كان عندها الإسهام كبير في تنمية قدرات الطلبة نتاعنا ومهندسي المستقبل.